ورتل القرآن مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، اليوم حلقتنا حلقة استثنائية بمناسبة اليوم الوطني والذي تحل ذكراه في هذه الأيام، ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، توالوا من بعده في الحكم أبناؤه البررة، الملك سعود ثم الملك فيصل ثم خالد ثم فهد ثم الملك عبد الله، ثم نحن نعيش في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، عهد الرخاء والنماء والتطور والبناء. فهذه الحلقة سنتكلم فيها استثنائيا عن اليوم الوطني وأهم منجزاته منجزات والقيم التي حققتها بلادنا المملكة العربية السعودية على يد قادتها الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في بداية هذه الحلقة أتقدم بالتهنئة إلى قيادتنا الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني وذكرى هذا اليوم المجيد الذي تحتفل فيه بلادنا بهذا اليوم الوطني، وهو تجديد للولاء لقادتنا وفقهم الله وأطال في عمرهم على طاعته. وبهذا الخصوص نستضيف أحد أبرز باحثي المملكة العربية السعودية في جانب التقنية الحيوية، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وعضو وحدة الخلايا الجذعية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بذات الجامعة، وهو الأستاذ الدكتور فيصل بن عبد الرحمن الزهراني. السلام عليكم بروف فيصل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا أستاذ فارس والمستمعين الكرام والمحبين في إذاعة ألف ألف اسم الأعزاء اللي يعني اشتقنا إليهم فترة طويلة. حياك الله دكتورنا الكريم وأهلا ومرحبا بك. لو نستفتح لقاءنا تلاوة آيات من كتاب الله الحكيم، تفضل مشكورا مأجورا. طيب إن شاء الله، لأن الله عز وجل يعني ينفعنا بهذه الآيات هذا اليوم الفضيل وأنت في برنامجك المتألق. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله فيك دكتورنا الكريم على هذه التلاوة المباركة، وأنت ما شاء الله يعني تجمع الجانب العلمي بالإضافة إلى حفظك القرآن الكريم، فبارك الله فيك. لا دكتورنا الكريم، فرصة الله يكرمك دكتورنا الكريم، بارك الله فيك، نود منك كلمة بمناسبة اليوم الوطني. والله أشكرك وأشكر الإذاعة على إتاحة هذه الفرصة، يعني يطيب لي في ذكرى اليوم الوطني 94 أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يحفظه الله في هذا اليوم الخاص والمميز. إن هذه المناسبة يا أخ فارس تأتينا عاما بعد عام نستحضر فيها هذه الذاكرة وهذه القصة التي سطرها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله رحمه الله تعالى في لم شتات هذه البقعة الكبيرة وإحالة الفرقة إلى وحدة والتكامل إلى تحت راية التوحيد في ظل قيم للعدل واللحمة الوطنية والمساواة والأمن. هذه القصة يعني سيذكرها الناس إلى سنوات ستسجل في كتب التاريخ، فلذلك نحن في هذه صراحة المناسبة السعيدة والغالية نؤكد على الانتماء لهذا الوطن العظيم. أنا الآن يعني الآن أكثر المستمعين ممكن اللي يستمعون الإذاعة هم من ركاب يعني السيارات، تأمل حولك في هذا الوطن، تأمل كيف الأمور تمشي بانسيابية بأمن، ولا تخاف تمشي وأنت يعني مطمئن، تأمل أن حولك في هذه من حولنا في الجزيرة العربية من البلدان المحيطة بنا ما يعيشونهم من فقدان لهذا الأمن، هذه النعمة الكبيرة. فلذلك نحن يعني في هذا اليوم نستذكر هذا القصة القصة العظيمة التي يعني قام بها هذا الملك العظيم، وحتى يعني مرورا بأبنائه الملوك العظام والملوك الذين يعني واصلوا رحلة البناء والتنمية وحققوا يعني مسيرة من الإنجازات والتقدم خلال هذه السنوات القصيرة، ووصلنا إلى يعني مقدمة الدول والأمم في وقت قصير جدا، فنستحق يعني أن يعني أن نفتخر ونفاخر بهذا البلد. عندنا الآن رؤية واضحة بنيت على محاور وعلى مستهدفات معتمدة على نقاط قوتنا وعلى موقعنا الاستراتيجي. نحن نعيش يعني أيام حقيقة يعني أيام ذهبية لهذا الوطن، فلا بد أن يعني في هذه المناسبة السعيدة أن نستذكر هذه الأشياء ويعني ونذكر بها من حولنا طلابنا أبنائنا. بالفعل نحن نعيش في بلد يعني يزدهر ويتطور، وهذه المناسبة لنذكر أنفسنا بهذا النعمة العظيمة، ونتذكر أنه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى هو آخر فارس سياسي في العصر الحديث من يعني الذي وحد هذه البلاد على صهوة الخيل العربية، فرحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء على هذا الجهد الكبير. نعم، بارك الله فيك دكتور على هذه الافتتاحية الطيبة المباركة. دكتورنا الكريم، وأنت أحد أبرز الباحثين في الجامعة جامعة الملك عبد العزيز، وهي من كبرى الجامعات في المملكة، وأنت أيضا أحد أبرز الباحثين في مركز الملك فهد للبحوث الطبية، لو تحدثنا بارك الله فيك عن منظومة البحث والابتكار واستراتيجية المملكة في ذلك. نعم،
هو صراحة موضوع يعني كويس، يعني كلمتني في منطقة يعني أنا أحبها ومهتم بها، وأنا أعتبر نفسي يعني باحث على قد حالي، يعني لسه ما زلنا في بداية الطريق، ونستلهم من المبدعين ومن العلماء الكبار الشيء الكثير. لكن بصراحة يعني ما تشهده المملكة يعني في هذه السنوات الأخيرة في مجال البحث والابتكار يستحق الإشادة. أولا أصبح لدينا الآن هيئة مستقلة ترعى بشؤون البحث والابتكار، يعني الآن صار في قطاع مستقل في المملكة يعني يبحث ويجمع كل الاهتمامات التي تخدم كل قطاعات المملكة الخاصة والحكومية والزراعية والصناعية والطبية والتعليمية، حتى يعني تقوم بالاستكشاف ودراسة كل ما يخدم هذا الوطن. يعني أمس أخوي فارس ترى يمكن من بعض المواطنين ما يدري، ترى القنوات العالمية BBC والوكالات الأنباء يتكلمون عن إنجاز سعودي يمكن ربما ما حد انتبه له، إجراء أول عملية لزراعة القلب لطفل صغير أو شاب صغير بواسطة الروبوت، يعني بدون تدخل بشري وبدون يعني إحداث جرح كبير. هذه تعتبر يعني ما صارت لا في يعني صارت في الرياض في عاصمة الابتكار، عاصمة المبدعين. وحديث يعني رأيت أنا والله بالصدفة اليوم شوف رأيت بعض القنوات العالمية تتكلم عن هذا الإنجاز، فنحن نفخر مثل هذا التقدم. نحن نتكلم عن أول علاج جيني لبعض أنواع العمى، هذا العلاج قيمته ملايين الريالات ووفرته المملكة للمواطنين، هذا يعتبر تقدم في البحث والابتكار. المملكة تدعم جميع التقنيات التي تفيد مواطنيها، عندنا تقنية ما يسمى بالكارتي سيلز، هذه العلاج الأمراض السرطانية توفرها المملكة لمواطنيها بشكل مجاني. فالمملكة يعني تحقق نجاحات وقفزات في مجال البحث والابتكار بشكل يعني ملموس وحقيقي. عندنا الآن المملكة تحتفل بهذا الأسبوع بتحقيقها المركز الأول عربيا في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني نحن الآن في المنطقة في المنظومة العربية المركز الأول في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأيضا لدينا إبداعات في مجال الأمن السبراني، في مجال التقنية الحيوية. الآن كنا في الفترة القريبة كنا يعني نفتخر مثلا شخص تخرج من الجامعات المرموقة، من جامعة أوكسفورد، جامعة هارفارد، صار جامعة ستانفورد. الآن هناك أندية سعودية في هذه الجامعات بسبب عدد الطلاب الملتحقين بهذه المؤسسات المرموقة. القبول ترى في هذه الجامعات ترى قبول ليس بالسهل، فكنا نحتفل بشخص واحد يتخرج من هذه الجامعة، الآن ما شاء الله تبارك الله عندنا عدد يعني مو بسيط في هذه الجامعات القوية التي يعني التي يتنافس عليها ألمع العقول حول العالم. فنحن يعني لحق لنا أن نفتخر بمثل هذه الأمور وهذه الإنجازات. عندنا الآن سمو ولي العهد وضع خارطة طريق لمجال التقنية الحيوية، ممكن كثير من المستمعين ما يعني الغير المتخصصين في هذا المجال قد يعني لا يعرف هذا الخبر. هناك خارطة طريق وضعت لتقنية الحيوية. التقنية الحيوية تخدم موضوع الغذاء، تخدم موضوع الدواء، تخدم البيئة، تخدم مجالات كثيرة، صناعات اللقاحات، صناعة الإنسولين، صناعة الأغذية المتطورة. عندنا الحمد لله يعني نعيش طفرة كبيرة جدا، يعني تستحق أن يعني أن نستلهمها وأن نستذكرها في مثل هذا اليوم. نعم الله يكرمك دكتور، ما شاء الله على هذا الكلام والبيان الجميل الذي يصف ما يحدث في مملكتنا الحبيبة وما نعيشه في ظل هذه الرؤية الطموحة، رؤية سمو ولي العهد، رؤية 2030. دكتورنا الكريم، لعلنا نختم حديثنا معك عن الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد قبل عدة أيام في مجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحقيقة كان الخطاب شامل كافي وافي، تعرض فيه سمو ولي العهد إلى أبرز المنجزات التي حدثت في المملكة، وتكلم عن خطة المملكة المستقبلية أيضا وشكر المواطنين، فلو تعلق على ذلك دكتورنا الكريم.
والله هذا الخطاب يعني يعتبر يعني من المحطات المهمة، كل 4 سنوات ينتظرها المسؤولين في المملكة، ينتظرها أعضاء مجلس الشورى الذين هم يمثلون نخبة المجتمع، الذين يعني يضعون المشورة لكل ما يهم المواطن والمقيم في هذا البلد. فهذا الخطاب يترقبه الجميع لأنه يضع الخطوط الرئيسية والعريضة لما سنقوم به في الفترة القادمة. الخطاب عميق يحمل معاني كبيرة، مثابة خارطة الطريق، أعطى رسم واضح جدا لسياسة المملكة داخليا خارجيا، أعطى رؤية ثاقبة، أعطى توجيهات سديدة، أعطانا المستهدفات التي يعني نهتم بها في الفترة القادمة. أنا اللي صراحة من الشيئين لفتت انتباهي أن الخطاب كان يركز على المواطن والاستثمار في المواطن والاستثمار في المبدعين والاستثمار في الإبداع. هذا صراحة الجانب اللي أنا يهمني، أنا كباحث كمهتم بالإبداع، هذا الخطاب يعني يكون من أهم خطاب يلقيه أعلى رجل في الدولة ويركز على هذه القيم وهذه الأمور. أنا بالنسبة لي أشوفها حاجة مهمة جدا، يعني من الأشياء التي يعني ركز عليها أيضا الخطاب، وأنا يعني بحكم أن أنا يعني عضو مجلس إدارة في جمعية رعاية الأجيال، ركز على موضوع القيم والهوية. ترى العالم من حولنا يعيش لخبطة وخبص في موضوع القيم، فجاء هذا الخطاب ليؤكد أن المملكة متمسكة بهويتها ومتمسكة بقيمها ولن تتزحزح عن هذا الأمر. فالحمد لله يعني أن يعني نعيش مثل هذه الأمور ونشاهدها ونساهم في إنجاحها بإذن الله تعالى. تسلم دكتورنا الكريم، ما شاء الله تبارك الله على هذا الكلام الجميل الذي يبرز جهود ومنجزات المملكة العربية السعودية في ذكرى اليوم الوطني 94. شكر الله لك يا دكتور. الشكر لك والله يا أستاذ فارس، والشكر للمستمعين الذين يعني أهدونا شيء من وقتهم للاستماع إلينا. شكرا دكتورنا الكريم. كان معنا مستمعينا الكرام عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور فيصل بن عبد الرحمن الزهراني. نستأذنكم مستمعينا الكرام في فاصل، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من حلقتنا. ورتل القرآن مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وما زلنا في حلقتنا الاستثنائية التي خصصناها اليوم لاستعراض أبرز جهود ومنجزات المملكة العربية السعودية في ذكرى يومها الوطني 94، ونحن في استعراض لأهم وأبرز المنجزات الوطنية. ومن أبرز وأهم المنجزات الوطنية هي المنجزات في الجانب التقني، فالمملكة قفزت 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية في عام 2024، وأيضا المملكة من الدول الرائدة على مستوى العالم والتي حققت المركز الرابع عالميا والأول إقليميا والثاني على دول مجموعة 20 في مؤشر الخدمات الرقمية. وهذا الجهد الكبير وهذه المنجزات العظيمة ما كانت لتتحقق لولا رؤية سمو سيدي ولي العهد، وأيضا إنشاء أهم أجهزة تعنى بالذكاء الاصطناعي والأبن السبراني، ومنها تدايا هي هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وأيضا الهيئة الوطنية للأبن السبراني وهيئة الحكومة الرقمية. فشكر الله هذه الجهود وباركها، وشكر الله لسمو ولي العهد ما قام به وما يقوم به من منجزات ضخمة كبرى. وفي هذا الصدد نستضيف الباحثة والأكاديمية الحاصلة على درجة الدكتوراه في مجال علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتورة أريج بايحيا،
وهي عضو هيئة التدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا دكتور فارس ومستمعيك الأعزاء. أهلا دكتورتنا الكريمة، بادئ ذي بدء لو كانت عندك كلمة توجهيها بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني. طبعا يسرني يعني في هذا اليوم إن الذي طبعا جميعنا نحتفل فيه، يوم فخر واعتزاز بالتاريخ وإنجازات ومسيرة للمملكة العربية السعودية نحو المستقبل المشرق تحت طبعا راية قيادتنا الحكيمة. فأهنئ نفسي وإياك والمستمعين وخادم الحرمين طبعا الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا، وأهني كل شعب ومواطني الدولة وكل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن بهذا اليوم العظيم. طبعا هذا اليوم يعني يفكرنا بالأسس المتينة التي وضعها المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وجميع الملوك الذين طبعا ساروا على نهجه. يعني يومنا الوطني هذا ليس هو فقط مناسبة لتكريم الماضي، بل هو أيضا طبعا لحظة لتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد من أجل مستقبل زاهر ومزدهر للمملكة. طبعا هو يمثل مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية، ونعتز بتنوعنا الثقافي والاجتماعي، ونحتفل بتماسكنا الذي جعل طبعا من المملكة نموذج يحتذى به في التلاحم طبعا والانسجام. فهو رمز طبعا يومنا هذا للفخر وانتمائنا لهذا الوطن المعطاء والتزامنا طبعا بتطويره والمحافظة على مكتسباته. طبعا نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن تظل المملكة العربية السعودية رمز للعزة والتقدم في جميع المجالات. نعم دكتورة، بارك الله فيك. بحكم تخصصك التقني في مجال علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بودي أن تحدثينا عن أبرز منجزات المملكة تقنياً. طبعا اولا حسب الرؤيه التي وضعها سمو سيدي الامير محمد بن سلمان، رؤيه 2030، هي تمثل واحده من ابرز طبعا المعالم لمسيرتنا نحو هذا المستقبل. نعزز من قدراتنا الوطنيه في مختلف المجالات، طبعا بدءا من الاقتصاد والتعليم والصحه، حتى طبعا وصولا الى التكنولوجيا والابتكار. طبعا خطونا خطوات جدا كبيره في تحقيق هذه الرؤيه، وطبعا وسنواصل باذن الله المسير لبناء دوله حديثه قويه ومتقدمه. طبعا كما ذكرت طبعا قبل قليل انه المرتبه المملكه العربيه السعوديه قفزت مراتب عده في مؤشر الامم المتحده، حيث يعني وصلت ل 25. وحشارككم بعض التطورات حول التزامنا بتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في إطار هذه الرؤية اللي هي 2030، وهي التي طبعا جعلت المملكة رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، وساهم هذا طبعا هذا الشيء في تحقيق نمونا الاقتصادي وتعزيز الأمن الوطني. طبعا بالاضافه للكلام اللي قلته يا دكتور فارس، عندنا انه المملكه حققت مراكز جدا متقدمه ليس فقط على المستوى التقني، ايضا في 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 مجالات متعدده في المجال التقني. يعني مثلا حصلت على المركز السابع في مؤشر المشاركه الالكترونيه، حتى مدينه الرياض حصلت على المركز الثالث من بين 193 مدينه حول العالم في المجال التقني. فطبعا عندنا الأمر السيبراني هو في صدارة أولوياتنا، لأن التحول الرقمي في الاقتصاد والبنية التحتية حسب رؤية 2030، فالمملكة تركز على إنشاء فضاء إلكتروني آمن ومرن يحمي الأصول الحيوية ويعزز الابتكار. طبعا جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يعني جهود جدا عظيمة تلعب دور محوري في تطوير وتنفيذ السياسات اللي تحمي البنية التحتية الرقمية الوطنية، وهي طبعا تحمي القطاعات الحيوية زي قطاع الطاقة والرعاية الصحية والبنوك وأي تهديدات أمنية خارجية أو حتى داخلية تقوم بحمايتها. أما في مجال الذكاء الاصطناعي فطبعا هذه ثورة
هدف المملكة هو وضعنا كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي بحلول 2030، فيحقق طبعا في قطاعات جدا عديدة ومهمة جدا للدولة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية. طبعا لو نيجي نتكلم شوية عن الذكاء الاصطناعي، صار في ابتكارات جديدة في الصناعات غير النفطية، فيعزز الكفاءة الإنتاجية والتنافسية طبعا العالمية. طبعا احنا نسعى أن تكون المملكة من بين أفضل 20 اقتصاد في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. يعني عندنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، طبعا أطلقت استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف طبعا هذه إلى استغلال قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. طبعا طبعا الهدف منها تنويع اقتصادي وتحسين الخدمات العامة. أيضا عندنا مدينة نيوم الذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، يعتبر من أهم المشاريع للذكاء الاصطناعي، يعني يدمج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الحياة اليومية من الحوكمة إلى البنية التحتية. طبعا تعتبر نموذج وحتكون نموذج عالمي لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاءات حضرية مستدامة وذكية. أيضا لو نجي نتكلم عن الرعاية الصحية والتعليم في الذكاء الاصطناعي، طبعا يلعب دور جدا قوي في تحسين الخدمات الصحية من خلال تحسين التشخيص، خطط العلاج، تخصيص الرعاية الصحية في التعليم. طبعا حتى في يعني ندرب آلاف الطلاب على الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتعلم الآلي عشان تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة الخبرات في هذا العالمي أو هذا المجال. طبعا لو جينا نتكلم عن الاستضافات اللي عملتها المملكة العربية السعودية، عملت طبعا فعاليات دولية زي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللي هو يجذب يعني أهم الخبراء من جميع أنحاء العالم لهذه الفعاليات. أيضا أطلقت المركز الوطني للذكاء الاصطناعي لدعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا يدرب أكثر من 20,000 متخصص في الذكاء الاصطناعي علوم البيانات، وخطط جدا كبيرة لإنشاء أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030. طبعا يعني رؤيتنا 2030 هي تقدم المملكة العربية السعودية نحو مستقبل بثقة واستثمارات جدا قوية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لنبني دولة أكثر أمان وذكاء وابتكار، طبعا جاهزة للتنافس على المستوى العالمي. طبعا نحن نفخر بهذا التقدم المحرز، وطبعا حنكون ملتزمين بضمان أن تصبح هي المملكة رائدة عالميا في كل المجالين بإذن الله، مما يسهم أن احنا نكون في مستقبل رقمي آمن ومزدهر. طيب الله يكرمك دكتورة، ما شاء الله تبارك الله، منجزات جميلة ضخمة كبرى للمملكة في الجانب التقني، وإحنا حقيقة في الجانب التقني متقدمين على كثير من كبرى الدول في العالم، من دول العالم الأول كما يقولون. عندنا يعني الواحد لو يبغى يجدد جواز سفره أو هويته الوطنية أو الرخصة حقة القيادة يجددها من بيته وهو متكئ على كنبته بضغطة زر، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يدل يعني على قوة المملكة في الجانب التقني. شكر الله لكل المسؤولين هذه الجهود المباركة. نستأذنكم دكتورة أنت والمستمعين في فاصل قصير، وبعد ذلك حنرجع نكمل حديثنا معاك يا دكتورة. ورتل القرآن مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام في حلقتنا الاستثنائية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 94، ونحن نستعرض جهود ومنجزات وابتكارات المملكة. ومعانا في هذا الخصوص الدكتورة أريج با يحيى، وهي مختصة في جانب الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسبات، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة. دكتورتنا الكريمة حفظك الله، رسالتك في الماجستير والدكتوراه، فيما أعلم حصلت في رسالة الماجستير على براءة اختراع مسجلة في المكتب الأمريكي من جامعة الملك عبد العزيز، وهذه الرسالة يعني وهذا الابتكار والاختراع حقق صدى كبير وواسع إذ خرج من المملكة العربية السعودية. لو تحدثينا عن ذلك دكتورة.
أهلا وسهلا فيكم دكتور فارس. طبعا ابتكاري في رسالة الماجستير كان نوعي من نوعه حقيقة. طبعا حصلت فيه على التصنيف والتسجيل من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع، حيث هو ساهم في الكشف المبكر لمرض الخرف المزمن الزهايمر، نوع من أنواع أمراض الخرف يندرج تحته طبعا العديد من الأمراض العقلية المختلفة. وطبعا وكان هذا المرض يعني منذ عقود يعتمد في تشخيصه على بعض النماذج التجريبية السريرية، وما لا يستطيع تحديد مستوياته بدقة والكشف المبكر ليه. طبعا يصعب تشخيص المرض في بداياته، يعني في بدايات المرض أو حتى قبل ظهور الأعراض، لأن معظم التشخيصات الطبية تستند على الاختبار المعرفي الورقي أو على الأجهزة الطبية. طبعا بناء على ذلك كان هناك حاجة إنه إحنا نستخدم طرق حاسوبية لنشخص مرض الخرف للاستفادة الكاملة من المزايا اللي بتوفرها التكنولوجيا في هذا المجال. طبعا يستند هذا الاختبار على بيئات افتراضية تعطي إيجابيات إضافية ودقيقة للاختبار المعرفي، ويسمح للمريض أن يزجه في بيئة محكمة ومسيطر عليها من خلال بعض فهم التفسيرات الأولوية وتحديد مستويات المرض في مراحل المبكرة على أساس البيئات الافتراضية، طبعا جنبا إلى جنب مع خوارزميات التعلم الآلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. أما في رسالة الدكتوراه طبعا أيضا كانت في نفس المجال، حرصت أنه أنا أعمل تطوير خوارزميات جديدة مستحدثة لم تكن من قبل لاكتشاف المرض في مراحل الأولى من قبل ظهور أعراض هذا المرض، من خلال طبعا اكتشاف وتفسير بعض الانديكيتور الدقيقة في أشعة الرنين المغناطيسي بالاعتماد على هذه الخوارزميات المستحدثة طبعا التي لم يسبق اكتشافها من قبل. ما شاء الله دكتورة، جهود مباركة عظيمة. طبعا الرسالتين كانت في جامعة الملك عبد العزيز، صحيح؟ صحيح صحيح، من جامعة الملك عبد العزيز. ما شاء الله، أنعم وأكرم، وهذه جهود مباركة. ودائما يعني المملكة العربية السعودية اسمها مرفوع على كافة المجالات والأصعدة. شكر الله لك دكتورة تواجدك معنا في هذه الحلقة، مستعرضة بأبرز جهود ومنجزات المملكة تقنيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 94. شكرا دكتورة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معنا مستمعينا الكرام الدكتورة أريج با يحيى، مستعرضة لجهود المملكة تقنيا. نستأذنكم الآن مستمعينا الكرام، سنذهب إلى نقل أذان صلاة العصر على الهواء مباشرة من بيت الله الحرام من مكة المكرمة، ثم نعود بعد ذلك. ورتل القرآن مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى وأخيرة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية التي نتحدث فيها عن ذكرى اليوم الوطني. وصلنا إلى فقرة الأخبار القرآنية، ومع معدي ومقدم هذه الفقرة مراسل الإذاعة من مكة المكرمة الزميل هاني قفاخ. السلام عليكم زميلنا هاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك يا دكتور فارس ولمخرج هذه الحلقة المباركة الزميل المبدع دائما المتألق الأستاذ عبد العزيز آل سحيم، ولكافة مستمعي مستمعات إذاعة ألف ألف أف أم، وللوطن الغالي العزيز أدام الله المحبة في قلوب الجميع. تفضل يا دكتور. الله يكرمك دكتورنا الكريم واستاذنا هاني. انا والله طارت مني قائمة الاخبار اللي ارسلت لي اياها، فلو تتكرم انت بقراءة الاخبار تفضل. مشكورا مأجورا. نعم يا دكتور، في الحقيقة الاسبوع ده عندنا اخبار يعني جدا حافلة وممتعة، لعلها من ابرزها يعني اديك المقدمة حقتها، اللي هو في البداية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبجوائز مالية تصل إلى 7 ملايين ريال. وزارة الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسير البنين والبنات.
في دورته السادسة والعشرين، وكذلك إمام وخطيب المسجد الحرام يختتم زيارته الرسمية لجنوب أفريقيا، كما يكرم الفائزين في الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم. وأخيرا وزارة الشؤون الإسلامية تطلق الدورة العلمية للدعاة والأئمة والخطباء في دولة أثيوبيا. من الإيجاز إلى التفاصيل دكتور فارس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 26 لهذا العام الجاري، بجوائز يبلغ مجموعها 7 ملايين ريال للفائزين في أفرع المسابقة الستة. الحفل سيقام لتكريم الفائزين من البنين في الثاني من شهر رمضان المبارك لهذا العام الجاري، بحضور سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في الثالث من ذات الشهر على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين. هذه المسابقة تؤكد على عناية القيادة الرشيدة حفظها الله ورعايتها بحفظ كتاب الله تعالى ودعمهم، وكذلك تحفيز الناشئ للإقبال على القرآن الكريم وترسيخ قيمه ومبادئه في نفوسهم. الجدير بالذكر يا دكتور فارس أن التصفيات الأولية ستقام خلال الأيام القادمة عبر الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة العربية السعودية، فيما سيكتمل العمل على الاستعداد للتصفيات النهائية التي ستنطلق في شهر شعبان القادم بمشيئة الله تعالى. كما ذكرت أنها الجوائز تعتبر الأضخم على المستوى العالمي دكتور فارس، 7 ملايين ريال توزع المتسابقين الفائزين في أفرع هذه المسابقة وعددها 6 فروع. كما ذكرت فقد اختتم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري مؤخرا زيارته لجمهورية جنوب أفريقيا، والتي جاءت ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين لعدد من الدول. هذا البرنامج تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. الدكتور الدوسري ألقى محاضرة توجيهية، كذلك شارك الدكتور في الحفل الختامي 14 لمسابقة القرآن الكريم في ذات الدولة. الحفل طبعا أقامه المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه بجمهورية جنوب أفريقيا، تضمن تكريم الفائزين في تلك المسابقة التي جاءت بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة. طبعا فاز منهم 9 متسابقين و7 متسابقات، بلغت جوائز قيمة جوائز المسابقة 200 ألف ريال. الدكتور الدوسري قدم شكر للقيادة الرشيدة على ما تقوم به من جهود مباركة وعناية كبيرة بالقرآن الكريم وخدمته للإسلام وخدمته للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم. أخيرا يا دكتور فارس، قد أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤخرا الدورة العلمية للأمن والدعاء وطلاب العلم في جمهورية أثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا. هذه الدورة تستهدف أكثر من 1500 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلبة العلم. هذه الدورة العلمية تأتي في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في الخارج بالتنسيق مع نظيراتها من الوزارات والجمعيات والمعاهد المعنية بالشؤون الإسلامية. تهدف الدورة يا دكتور فارس التي استمرت لمدة 4 أيام إلى تقديم العلم الشرعي وفق منهج الكتاب والسنة، نشر قيم الوسطية والاعتدال، نبذ الغلو والتطرف، بيان جهود المملكة العربية السعودية رعاها الله في خدمة الإسلام والمسلمين، كذلك تطوير مهارات وقدرات العاملين في المجال الدعوي، أيضا نشر رسالة الدين الإسلامي السمحة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هاني قفاص، إذاعة ألف ألف إف إم، مكة المكرمة. شكرا لك زميلنا هاني على هذه الأخبار النوعية والقيمة، بارك الله فيك. شكرا يا دكتور فارس، أكرر التهنئة باليوم الوطني السعيد 94 لهذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية، أيدها الله بالنصر والتمكين. الشكر موصول لك يا دكتور فارس ولمخرج هذه الحلقة المباركة الزميل الذي يضيفنا دائما كل أسبوع الأستاذ عبد العزيز آل سحيم، ولكافة مستمعين ومستمعات إذاعة ألف ألف إف إم. شكرا يا دكتور.
شكرا شكرا لك حبيبنا هاني، كان معنا مستمعينا الكرام مراسل الإذاعة من مكة الزميل هاني قصاص. وصلنا مستمعي الكرام إلى ختام حلقتنا اليوم، شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والشكر موصول لكل الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة ولمخرجها أيضا الزميل عبد العزيز آل سحيم. بإذن الله تعالى ألتقي بكم الجمعة القادمة في أمان الله.